مساءكم سعيد أوفياء بدون حرج. أرحب بضيوفي في الاستوديو وأبدأ بالبروفيسور محمد محتار أستاذ جامعي بكلية الطب بالبيضاء أخصائي أذن أنف كونجورا. مساء الخير. أرحب كذلك بالسيد عبد العزيز عرسي رئيس المنتدى المغربي للصم بمدينة فاس. مساء الخير. على يساري يسعدني أن أستضيف السيد محمد كتاني نائب رئيس الرابطة الأخوية للصم والبكم وخبير وطني في لغة الإشارة. مساء الخير. والترحيب يتجدد بالدكتور عبد الرحيم العطري الأستاذ الباحث في علم الاجتماع. مساء الخير. مساء الخير أستاذ إيمان. كما يرافقنا في الترجمة الفورية بلغة الإشارة ونرحب به كذلك السيد رشيد فرح الخبير في التواصل عند الصم ومدير مركز الفتح لتربية وتأهيل الأطفال الصم. عود إلى الدكتور عبد الرحيم العطري للتعليق على ما جاء في الشهادة. شكرا لإيمان وأحييك عاليا أولا لأنك فتحت مساحة شاسعة لهؤلاء الأشخاص الذين ربما انفرض عليهم ألا يتكلموا وانفرض عليهم أيضا ألا يفيدوا من المشهد السمعي البصري. أنا حسبت تقريبا حد الفئة ديال الصم والبكم من الاستفادة من السمع البصري مغربيا ما تتزاوج واحد الساعة إلى ساعتين في العام كامل. اليوم هي ساعة وربما ساعات طوال ستأتي لفائدة هؤلاء الأشخاص الذين هم في حاجة قصوى إلى مساحات من التداول الحر. أود أن أعود إلى الربورتاج للإشارة واحد المسألة بسيطة جدا، هي أنه من خلال المصرح به من خلال المعلن أن الكل يهتم وينهم بهذه الفئة ولا أحد ربما قال شي حاجة اللي ضدهم، ولكن هذا على مستوى ربما المصرح به. ماذا على سبيل المضمر؟ هل كلنا مع هذه الفئة أم أننا نمارس في حقها الكثير من العنف الرمزي؟ فقط ديك الكلمة ديال زيزون، فقط بالكلمة أننا بمجرد أنه ما تسمعش ما تتكلمش تنحطوه في واحد الخانة ديال انتهاء الصلاحية، أنه ما تسوى والو، أنه ما غيفيدش المجتمع، بل الخطير من الأمر تربطوا بهذه الوضعية ديال الإعاقة وبين التخلف العقلي. أعتقد بأنه اليوم علينا أن نصحح كثير من الأخطاء وعلينا أن نعترف بأحقية هذه الفئة وأن نتعلم منها، لأن ربما هي القادرة على أنها تعلمنا القدرة ديال تدبير الإشارة والقدرة ديال ترميز الإشارة وديال القول ربما الفصيح. واكيد في هذه الحلقه غيكون عندنا الدليل وغنحاولوا ما امكن اننا نغير نظرتنا لهذه الفئه. السي عبد العزيز عرسي، ما الذي استوقفك في تداول المغاربه لهذا الموضوع؟ خاصه وان الشهادات جاءت فيها تلك النبره ديال التعاطف ديال الشفقه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم وكنشكركم على هذه الاستضافه الكريمه، لانه من خلال هذه الرحله لواحد العالم اللي ربما حتى الاعلام ما كيعرفوش بزاف، اللي هو هاد الناس ديال الصم. غير التصحيح فقط، فلفظ البكم لم يعد مستعملا باعتبار ان وضعيه الصمم هي نتيجه لوضعيه، يعني ان تكون ابكم هي نتيجه لكونك اصم. هذا الجانب الطبي غنفصلوا فيه. لا مهم، لان غادي نرجعوا حتى من الناحيه النفسيه طبعاً. بالنسبه للصم، من ناحيه حتى الاجتماعيه بالنسبه لهذه الفئات، كيفاش كتم كيف يتم تصنيفها. بالنسبه للروبورتاج فالواضح بانه هناك لا زال هناك النظره الاحسانيه، النظره ديال الشفقه، مع العلم ان هناك بعض التدخلات اللي كانت واضحه في الاشاره، المساله ديال لغه الاشاره، في المساله ديال هاد الناس انهم شنو كيديروا باش يتواصلوا معنا، ولكن المشكل راه فينا حنا كسامعين اللي ما كنحاولوش كذلك اننا ندخلوا لهذا العالم ديالهم. سي محمد كتاني، ما الذي استوقفك في الحقيقه؟ اولا كنشكر قناه ميديا على الاستضافه، وهذا ونجد سعيد مع الاخوه الصم اللي جاوا معنا اليوم في البلاطو. في الحقيقه كما قال الاستاذ عبد العزيز، هي باقيه ذاك النظره ديال الاستعطاف وديال الشفقه بالنسبه للاصم، ولكن الى جينا نشوفوا بان الشخص الاصم هو كشخص يعني كيعيش حياه عاديه، ممكن انه مثلا يمارس الحياه ديالو كاي انسان عادي، الا واحد الحاجه بين قوسين هي التواصل. فإذا كان كما قلنا التواصل غادي يكون موجود مع المجتمع اللي كيحيط به، واولا الاسره اللي كيعيش فيها هي الاولى، فما غادي يلقاش عوائق. وهذا الروبورتاج هذا كيوضح على اساس انه الناس ديالنا في المغرب يعني متعطشين انهم يتعلموا هذه اللغه ويبغوا يعرفوها اكثر،
علاش؟ لان باش يتواصلوا مع الاصل على المجتمع، مدى انفتاح المجتمع المغربي على لغات الاشاره. بروفيسور محتار، تعمدت نخليك يعني في الاخير، لان كانت واحد الملاحظه استوقفتني في هذه الشهادات، وغياب اي وعي صحي ربما بالتعريف المساله ديال الصمام وبالاسباب ربما ديالها، ولا شهاده جابت لنا يعني جمله او فكره على هذا الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم. بدوري اقدم الشكر لقناة ميدي ان تي في على هذه الاستضافه الكريمه. ما بين الامور اللي اثارت الانتباه ديالي في هذا الريبورتاج هي هذه المساله اللي كيف تكلم عليها سي العرسي، هي هذه المساله ديال الصم البكم. اول انها ترتبط بواحد الخلل كاين في جهاز السمع. هذا الخلل في جهاز السمع نتائج ديالو هو يقدر الانسان الا ما عمره سمع ما عمره يتكلم. اذا ولكن هذا الجهاز ديال النطق بحال الاحبال الصوتيه، اللسان، الفم، هذا سليم. الا هذا الوليد هذا تكلم من سمع من كان صغير، واحد الوقيت غيقدر يتكلم بحال جميع الناس، لان السمع شنو هو؟ السمع هو واحد النافذه تنطلع عليها على المجتمع، وهذه النافذه اللي تنطلع عليها من المجتمع تنتفاعلوا من خلالها بالسمع، ومن خلالها تنقدروا نستعملوا هذيك اللغه المنطوقه اللي تنتعلموها من السمع، تنتوليو تنستعملوها في التخاطب، تنستعملوها في المدرسه، تنستعملوها في العمل. اذا في غياب السمع تيكون عندنا ما يكونش كلام، ولكن جهاز النطق سليم. نعم، ما تنكونوش منصفين، ما تنكونوش منصفين الى جاوزنا ما بين الصم والبكم، درنا اصم بك، زعما تنكونوا ظالمين هذه الفئه هذه بهذا الشكل هذا كبير، لانه الاحساس النفسي اللي تكون عند هاد الناس هادو احساس زعما كبير. اذا ها هو عنده صمم، نخلوه غير في الصمم ونناقشوا الصمم بواحد الشكل من الاشكال، بلا ما ربما نصحوا حتى العنوان ديال حلقتنا اليوم اللي هو الصم، ماشي الصم والبكم كيف ما تعودنا نتداولوا. لا، عجبني العنوان فاقدي السمع، فاقدو السمع. ونعمة السمع. غنرجع لك سي عرسي، نرجعوا لتمثلاتنا الاجتماعيه بخصوص هذه الفئه. تكلمتي على هذا اللفظ ديال الزيزون اللي متداول، هذه المساله ديال انه شخص منتهي الصلاحيه، احنا دائما كنربطوه حال من نقص القدرات العقليه، والحال ان هذه المساله يعني غير صحيحه بتاتا. دكتور عبد الرحمن، كيفاش كنشوفوا هاد الناس؟ غير صحيحه لالا ايمان، بدعوى الكثير من المبدعين، الكثير من المفكرين، الكثير من ربما العباقره اللي ربما نتعيش على زادهم وعلى تراثهم، اللي كانوا ماهل انكرار وغيرها، اللي كان ربما لهم فضل كبير في ربما في تحطيم هذه الاطروحه. لكن انا بغيت نرجع لنعمه الكلام اللي قلتي لايمان. من بين الحكاية على درب مولاي الشريف، أحد المعتقلين هناك اش كان تيقول لك؟ أقوى عقاب وربما أفظع عقاب كان في ذاك السجن، ماشي هو أنك مسجون ولكن ما عندكش الحق في الكلام، تمنع من الكلام، تنخرس. إذا هذا الكلام لماذا له سلطة في المجتمع المغربي؟ حنا في واحد المجتمع تيقول لك الرجل هو الكلمة، الإنسان تيتشد من لسانه لدرجة أنه الكلمة هي التي تعطي القيمة للإنسان. في اللحظة الإنسان تتغيب عنده سلطة الكلام، المجتمع تيقصيه، تيمحيه، لا حق له، لأنه لا يتكلم، ولكن ذلك الذي يتكلم هو اللي تكون عنده الأهمية وعنده هذا. هاد الناس بدعوى أنهم لا يتكلمون ولا يستمعون تنقصيهم الحياة الاجتماعية، وتنقولوا بأن هاد الناس غير صالحين. علاش؟ لأنهم كلامهم ماشي مسوس، لا وجود للسانهم، اللسان اللي ممكن يطرطوا منه ما كاينش. المستوى الثاني ديال الإقصاء هو هذا الربط اللي قلتي دائما، في اللحظة الإنسان ما تيتكلمش وما تيسمعش مباشرة دوح اللحوف خانة ديال المتخلف العقلي، في حين أن هذا الشخص له قدرات أقوى منا بكثير، له القدرة على التركيز، له القدرة على السمع الجيد، الاستماع، ما نقولش على الاستماع وإنما إصاخة السمع. الإشارة اللي ستعطيه تيعاود يشفرها، تيدير لها التشفير، تيدير لها الديكوداج، وتيوصل لك رسالة أخرى. إذا علينا أن نتعلم منهم ونتواضع قليلا. دائما بالنسبة أو في باب التمثلات الاجتماعية سي عبد العزيز عرسي، ما بين الأمس واليوم واش بقى نفس النظرة لهذه الفئة؟ كيفاش كنتداولهم في أوساط اجتماعية مختلفة في المغرب؟ هو ناخذوا التصنيف ديال الكلمة بعدا، التصنيف ديال السوغ. ما لازم نعرفوا بانه عالميا الان اصبحت باس ماجيسكول، على اساس انه هناك كنتكلموا على اقليات لغويه كما نتكلم عن العرب، عن الامازيغ، عن الفرنسيين.
يعني انه حتى هناك واحد النوع ديال التفييق على مستوى اخر. وبالتالي حينما نتكلم عن لفظ السوغ او الديف اون اونغلي كنقولوا بانه ناس اللي لديهم خصوصيات لغويه ثقافيه تواصليه معينه. وبالتالي هاد الناس من حقهم كذلك بانه كما قال الاستاذ انهم دائما سو ديفينيس بار نيغاسيون، انه دائما كنرمزوا لهم بالناس اللي ما كيسمعوش، اللي ما كيقراوش، اللي ما كيفهموش، اللي ما كيتكلموش، دائما سو ديفينيس بار نيغاسيون. وبالتالي هذا نوع من 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 من, من نوع من اللي كيتسمى بالتمييز تجاه هذه الفئات هذه. والتمييز ملي كنبداو على هذه المستويات كيبدا من المنزل، من المنزل ملي كيولي الطفل مثلا ما يقدرش كيشوف الرسوم ما كيفهموش، هو غادي للمدرسه كيشوف خوه مشى للمدرسه وهو ما يمشيش. وهنا ملي كندخلوا في القضيه ديال الصحه النفسيه، لان الصحه النفسيه كتبنى من البيت طبعا. وبالتالي فإلا كان هذا الطفل سي نورمال، التمثلات اللي عندنا ان الزيزون عنيف، الزيزون عنده نيه وحده. حنا عاوتاني في المجتمع ديالنا شنو كانوا كيقولوا؟ الزيزون ما كتفهمو غير مو. وهنا جات ضرورة ان مثل هاد القنوات اللي كاين دابا من خلال هذا البرنامج انه حتى تغير. انا عجبني بزاف التفسير ديال الاستاذ على هذا المستوى ديال 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 كيفاش هاد التمثلات هذه، لانه فعلا محتاجين انه حنا اللي نقدروا نغيروا هذا. هذه فئه تختلف عنا يعني عندها الجانب ما عندهاش الكلمه ولكن كتواصل، والهدف ديال الكلمه في نهايه المطاف هو التواصل. صحيح. يعني كتبقى الاداه. سي محمد الثاني دائما في مساله ديال التمثلات، يعني حنا في المغرب وغنعاود نطرح السؤال يعني بصيغه اخرى اللي طرحته على السي عرسي، كيفاش كان واش تبدلت النظره ديالنا لهذه الفئه خلال العقود الاخيره على اعتبار ان المجتمع نقول بانه وعى وبان كان تم دروس بشكل اكبر وبان خرجنا من عدد من 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 يعني الصور النمطيه اللي كنا كنقابلوا بها عدد من الفئات، واش هاد الفئه استفادت؟ تماما. هو كاين تغيير الحقيقه، كاين تغيير بالنسبه للثقافه ديال الاصم، لان ملي كنذكروا الثقافه كنعرفوا بان الاصم ولج مدارس خاصه لتعليم للقراءه والكتابه بطبيعه الحال، ولتعليم لغه الاشاره. وحنا كنعرفوا بجميع ان لغه الاشاره كتخلق مع الاصم، لانه هو اللي تيكون نفسه بنفسه، هو اللي تيعرف باللغه ديالو. طبيعه الحال الاسره هي اول الاشخاص اللي يكتشفوا انه الطفل ديالهم اصم او هذا، فخصهم يتعاملوا معاه ويتجاوبوا معاه ويفهموا ذاك الكلام اللي بغى يوصل لهم هو والميساج اللي بغى يوصل لهم، وكذلك كيفاش يعاود يردوهم الميساج ليه. عن التغيير بالنسبه للاصم، هناك تغيير بالنسبه للوقت اللي فات ولدابا، حيت دابا كما اصبح في السبعينات وفي الثمانينات، في الثمانينات تقريبا بدات المدارس الخاصه كنعرفوها مثلا في الرباط، في الدار البيضاء، في عدد مدن كبرى. ولكن للاسف هنا كاين، هنا ملي غنوصلوا للتعليم غنلقاو مشكل عاوتاني كيعثر الطفل الاصم ملي كيوصل لواحد المستوى، واحد المستوى دراسي اللي ما غادي يمكن ليهش ولو انه من دابا حتى للمستقبل انه نوسعوا الثقافه ديال الاصم يعني التفكير ديالو يتوسع. غنرجعوا للتعليم، غنرجع معك وسنفرد حيز مهم من هذا الحوار ديالنا اليوم المساله ديال التعليم. نواصل مع البروفيسور محمد محتار، عرفتي لنا الصمام وفصلناه على هذه المساله ديال البكم او عدم القدره على الكلام. بالنسبه للصمام شنو الاسباب ديالو باش نقربوا الناس منه، وشنو الاسباب وكيفاش ممكن يتشخص عند الطفل، لان كيتاخر غالبا التشخيص ديالو حتى كيوصل الطفل لسن الكلام. نبدا بمساله التشخيص عاد ندوز لمساله الاسباب. مساله التشخيص نعرفوا السمع الدور ديالو عند الطفل. اولا تعلم اللغه، تعلم النطق والكلام. ثانيا التربيه والتعليم. ثالثا الاندماج الاجتماعي. اذا لعلنا عرفنا بانه السمع عنده دور مهم في هذا الثلاثي هذا، غادي نعرفوا شنو هما النتائج اذا ما كان السمع غيتضاربوا لنا هذا الثلاثي. كي شنو هما العلامات ديال تاخر النطق والكلام؟ تنعرفوا بان الوليد صغير على 3 شهور تيبدا يبتسم، على 8 شهور تيقول اول كلمه ليه تيفهمها المحيط ديالو، على سنتين تيقدر يقوم تيقدر يقول جمله مفيده فيها جوج هذا بابا، السياره ديال بابا. اذا سنتين تيقدر يدير جمله مفيده المعنى ديالها بانه فهم الكلام وفهم المعنى ديالو وبدا يخرج كلام، لانه خصو يكون سمع فهم ثم كلام. اذا الوليد سنتين تيكون داز من هذه المرحله ديال السمع والفهم وخرج لنا جمله مفيده عندها معنى. الاضطراب في السلوك، النقطة الثانية اللي مهمة، الاضطراب في السلوك جوج الأنواع ديال الأطفال، إما الطفل تيكون طفل عنيف معاند تنسميه الطفل المشاكس،
لانه طفل لا يفهم ولا يفهم، معزول. العزله مرحله اخرى، المرحله الاخرى هي الطفل الذي تياخذ واحد الجهه وتجلس، لان الاطفال ما تيبغيوش يلعبوا معاه. وتنعرفوا حنا بان شخصيه الطفل تتكون في اللعب، ان اللعب هو مجتمع الطفل، الشخصيه ديال الطفل تتصور في اللعب. هذاك الطفل اللي عنده صمم وعنده اضطرابات في السلوك ديالو ما يقدرش يلعب مع بقيه الاطفال. ثالثا هو الـ هو الـ هو من غير اضطراب السلوك هو الاندماج الاجتماعي. الطفل بهذا الشكل هذا ما يقدرش يندمج في المجتمع ديالو مع مجتمع ديال الاطفال. والمساله الثالثه هي المدرسه. المدرسه الا ما رديناش البال والطفل باقي صغير، ملي تيمشي للمدرسه تتلقى الطفل عنده مشاكل في عنده مشاكل في التعبير الشفوي، عنده مشاكل في القراءه، عنده مشاكل في التفاهم. هو الصمام ماشي فقط انعدام القدره على السمع، حتى ضعف السمع. يعني هنا هذا المصطلح كيجمل الامر، لان دائما احنا بالنسبه لنا الاصم هو اللي ما عندوش قدره نهائيا على السمع. نعم، بالنسبه اللي عنده ضعف السمع تيتسموا ضعيف السمع. اللي عنده حاسة السمع نشات بشكل كبير تنسميوه هذاك عنده صمم. إذا إما عنده صمم ولا عنده ضعف في السمع. هذو اللي عندهم ضعف السمع هما اللي تيكون عندهم هذه المشاكل في المدرسة ديال التعبير. أش دير المعلمة أش دير ملي تيولي عنده المشكل التلميذ عنده مشكل في التعبير الشفوي ولا هذا، تيتسمى الطفل غبي. أش دير الطفل الغبي؟ تديرو في الطاولة الأخرى، تتزاد المشكل ديال السمع اكثر في العوض باش نفهموا شنو هو المشكل ديال ذاك الطفل. والاستاذه مثلا ترسل على والدي وتقول له وليدك راه عنده مشاكل، حيت ما كاينش طفل غبي، كاع الطفل عنده القدرات باش يقرا مزيان. الا ما قراش مزيان عنده شي مشكل خاص، والحمد لله دابا كاين تطور ديال الصحه المدرسيه ولا الاطفال نبقاو في الاسره، يعني نبقاو في سن صغير، يعني الوالدين يقدروا ينتبهوا لهذا يعني لهذه القدرات السمعيه المتواضعه او حتى المنعدمه ديال الاطفال ديالهم قبل ما يوصلوا لسن النطق وسن الكلام. يعني ابتداء من الاشهر الاولى ربما الا ما كانش كيتفاعل مع الاصوات، يعني كاين اشارات اللي تخلينا نديروا تشخيص مبكر. ما نبقاوش حتى نوصلوا لسن التندروس او حتى السنتين الاولى هما السنتين المهمين في تعلم اللغه والكلام. هادو السنتين الاولى الطفل تقدر يبان لنا بانه تيتجاوب مع، لان كاع الوليدات الصغار ملي راه تيتزادوا تيجيبوا لهم دوك اللعاب الصوتيه. تتلقى الوليد ملي تيشوف دوك اللعاب الصوتيه تيبدا تيتجاوب مع دوك اللعاب الصوتيه. تنعيطوا على مثلا ملي تنادي الطفل بالاسم ديالو الطفل تيتجاوب مع الاسم ديالو. هاد الاطفال اللي عندهم هذا المشكل ديال الوغ خاصه الصمام الشديد او العميق، دابا نوصلوا في التصنيفات ديال الصمام، بانه كاين واحد الصمام اللي تيكون جد مهم بان الطفل، ولكن هاد طريقه الملاحظه الدقيقه ديال الوالدين غير كافيه. 50% الطفل عنده امور اخرى، عنده البصر وعنده المشاعر والاحاسيس، يقدروا الوالدين ما يردوش البال في هذه المرحله ديال الطفوله. خاص يكون التشخيص الطبي، يعني هو اللي غيحسم لينا. هنا المساله اللي مهمه هو الاب ولا الام اللي شكات في الابن ديالها ضروري خاصها تدي عند طبيب. وكاين شي شائعات وشي عبارات شعبيه تتقول بان الطفل دمه ثقيل راه غادي يتكلم حتى تيدوز الوقت. بحال هذا الكلام ما كاينش، شكيتي في ولدك دي عند طبيب يرد الطبيب اختصاصي الانف والاذن والحنجره. باختصار الاسباب ربما نديرو جرد للاسباب اللي تقدر تعطينا هذه الحاله ديال اسباب كاين جوج الانواع، كاين اسباب معروفه واسباب غير معروفه. بالنسبه للاسباب المعروفه كاين اسباب خلال الحمل، اسباب ما بعد الولاده، واسباب خلال الولاده. اسباب في الحمل وهي الاسباب الوراثيه العائليه، وهذه الاسباب الوراثيه العائليه حنا في المغرب وفي جميع الدول العربيه كثير عندنا زواج الاقارب. هذا زواج الاقارب ما بين الاسباب اللي تتخلي هذا حسب الاحصائيات تتخلي هذا النوع ديال الصمام الخلقي تيكون وقت الولاده غالبا. وكاين امور اخرى ولكن الحمد لله مع التثقيف الصحي كاين بعض النساء الحوامل اللي تياخذوا بعض الادويه تتعرضوا بعض الاشعه في سنه 3 شهور الاولى من الحمل. كاينه الاسباب ديال الولاده هي الاماكن فين الام في هذه الحامل تقدر تولد. اذا كانت عندها ولاده عسيره تقدر الطفل يتزاد في واحد الظروف ما فيهاش الاكسجين، تؤدي الى الاكسجين ملي توصلش للمخ بواحد الشكل هذا تقدر يؤدي الى صمم. يقدر يوقع الام في ملي تتولد ديك الساعه يقدر يوقع لها تعفنات. من بعد الولاده المساله اللي كاينه هي ما يسمى بالمينانجيت. التهاب السحايا والتهاب المخ. الطفل يقدر يتصاب برضوخ، الطفل يقدر ياخذ حتى شي ادويه دون استشاره الطبيب. هادشي كلهم هاد الاسباب هادو تقدر تؤدي الى صمم. حتى كذلك التعرض لبعض الحوادث مثلا حادثه سير تقدر تفقد الانسان. نعم، حاسه السمع ديالو. الرضوخ في المخ وفي الجمجمه ديالو تقدر تؤدي الى الاعاقه. ما دمنا نتحدث عن او قبل ان نتحدث عن انواع ومستويات للصمم وقبل التوقف عند احتمالات
الشفاء في بعض الحالات. أدعوكم مشاهدينا وأدعو طبعا ضيوفي والجمهور في الاستوديو إلى متابعة الروبورتاج الأول في هذا العدد الذي يرصد طرق عدد من الأسر باب الطب طلبا للعلاج، كما يقربنا أكثر من واقع هذه الفئة التي تساندها جمعيات أخذت على عاتقها تلقين الأطفال الصم أبجديات التواصل للتعبير عن الذات والاندماج في المحيط. فاتحة أعلي وكمال غني. مرحبا. من الآن فصاعدا أضحى بإمكان هباء استقبال الأصوات، تعلم الكلام والتخاطب مع الآخرين. التهاب على مستوى الأذن الوسطى تسبب في انسداد القناة السمعية أفضى إلى إصابة الطفلة بالصمم. بفضل تدخل جراحي تمكنت هبة من استعادة سمعها تدريجيا. صمم خفيف وسببه كان زوائد الفيجيتاسيون، سدوا لها هذه الشعبة هنا وسدوا هذه الشعبة اللي تطلع الأذن الوسطى، فتجمع لها سائل خلف الطبل وكان عنده واحد الضغط سلبي اللي جر داك الطبل ما بقاش يسمع. فمن بعد ازاله الزوائد ووضع واحد العدسه وواحد بحال انبوب صغير تيخلي الهواء يدوز بين من خارج الى الاذن الوسطى، فالحمد لله يعني الطبل رجع لشكله الطبيعي ولات تسمع احسن اللي كانت. زراعه قوقعه الاذن كانت الخيار الوحيد يتخلص اسماعيل من صمم عميق رافقه من الولاده. وبما أن القوقعة المزروعة تقوم بأداء وظيفة قوقعة الأذن الحقيقية، سيتمكن الطفل خلال مدة من تعلم النطق واكتساب المهارات اللغوية. عملية فعالة لكن تكاليفها باهظة، ولولا مساهمة بعض المحسنين لما تمكن والد إسماعيل من تأمينها. لكن لا شيء يضاهي بالنسبة له فرحة يوم رأى ابنه يستجيب للأصوات من حوله لأول مرة. ملي دات له العمليه وملي دار لحد الان انا تنعصبوا يلاه تزيد. هذه حقيقه ما تيحس بها الا الوالدين ديالهم اللي تعيش. انا ملي تزاد ولا تسمع ليا ما نقدرش نعبر لك على الفرح ديالي. راه الاستاذه جيت عندو لهنا وما نكتبش عليك انك تو بقيت تبكي. الوالدين الوقت اللي تيشوفوا ان الطفل كان محكوم عليه بانه يكون من الصم والبكم وتيشوفوا حياته تغيرات يعني بهذه الآلة التي تضع داخل ودنه وتدخل عليهم واحد الفرحة وأمل جديد أن ولدهم كله يتعلم ويقرأ ويعيش حياته طبيعية كباقي الأطفال والشباب. زراعة القوقعة ما زالت حلما بعيد المنال بالنسبة لفاطمة الزهراء، عيب خلقي على مستوى الأذن حرمها من السمع والنطق. على أمل تأمين تكاليف العملية يوما ما، يحرص والد الطفلة على متابعتها دروسها في الفصول الخاصة بالصم في إحدى الابتدائيات بالبيضاء والتي تشرف عليها الجمعية الوطنية لرعاية الصم. الدرية كتولي بعدا كتفهمها شوية، كتولي اش باغا، باغا تشرب، باغا تمشي طواليت، باغا تمشي شحال من حاجة. أمنية الوحيدة ديالي وهو الدرية دير لامبلون، كيف كتعرفوا لامبلون تقريبا فيه شي 25 مليون، ماشي أي واحد غادي يديرها، ونتمنى الله الدرية ديالي ديرها ونسمعوا غا كلمة ديال بابا وماما، هذا هو اللي كنتمناو. داخل الفصل تتدرب فاطمة الزهراء مع زملائها على نطق حروف الهجاء كمرحلة أولية تمكنهم فيما بعد من آليات التواصل الضرورية لتحقيق الاندماج وتجاوز الآثار المترتبة عن الإعاقة السمعية. لا هنا لا هنا تا تا شوفنا خرجناهم من داك الانغلاق وداك تفتحوا على الدنيا وعرفوا شنو اللي ولاو تعرفوا المناسبات ولاو تعرفوا الاعياد الوطنيه ولاو تعرفوا يعني كيعرف يمشي كان تعرف يمشي بوحدو تعلم يمشي بوحدو لدارهم وفي الحافلات يعني الحمد لله خرجوا من داك الانعزال. المدرسة تضم كذلك فصولا لتلاميذ أكبر سنا قطعوا أشواطا مهمة في اكتشاف أسرار الكلمات واكتساب المعارف واستعمال لغة الإشارة في التواصل، بل أضحوا قادرين على التعبير عما يخالجهم بسلاسة أكبر. نانا في المدرسة نتعلم الكثير، القراءة والرسم إلى غيرها. لديه هوايات متعددة.
وراء وراء هواية أن أمارس كرة القدم في الملاعب. لا لا هو هو لا لا أحب أن يكون لاعبا محترفا في كرة القدم. نعرف غادي 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 باغا تكون كتفصل الأزياء خياطة. غادي ترسم مصمم غادي ورقة غادي ورقة. صحيح أن الولوج للعلاج أمر عسير بالنسبة لأغلب هؤلاء، لكن فرصة الاندماج وتحقيق الذات في عالم صامت باتت متاحة، مدخلها الأساس التأهيل دراسيا وتربويا. سأواصل مع السيد عبد العزيز عرسي بالحديث عن المعطيات الإحصائية حول عدد الأشخاص أصلاً في المغرب. عندنا أرقام كثيرة يعني من خلال تحضيري لهذه الحلقة، لقيت الرقم ديال 65,000، لقيت الرقم حتى الرقم ديال 200,000 شخص. شنو ربما الأرقام أو الرقم الأقرب إلى الواقع؟ لازم نفرقوا ما بين الإحصائيات اللي كتعطيها المنظمة العالمية للصحة اللي كتعطي واحد لكل 1000 ولادة جديدة، وبالتالي إلى ضربنا الحساب غنلقاو عندنا تقريبا واحد 330,000. ولكن الاحصائيات ديال اللي دارت الوزاره في الاحصاء ديال 2004 عطات 64,500، مع العلم ان هناك فيهم كذلك عندنا تقريبا 30,000 طفل في سن التمدرس، و 30,000 الوزاره او اللي هما مدرسين تقريبا 2700، يعني الشيء اللي كيخلي تقريبا واحد 27,000 طفل، يعني 27,000 عائله لا زالت في لائحه الانتظار لا تحلم الا بمقعد دراسي في المدرسه في سميتو. هذا هو الاحصائيات الكبيره. كذلك ما نساوش انه في العالم كاينه تقريبا 400 مليون اصم، افريقيا بوحدها فيها 70 مليون. كاين بناء على الاسباب طبعا اللي قال الدكتور اللي ومع، ولكن حنا رقم وطني محدد ما عندناش لانه لحد الساعه كاين، انا قلت لك ما بين 200,000 300,000 مستويات مختلفه ديال الصمم، لانه كما قال الدكتور كاين صمم عميق، كاين الناس اللي هو عنده صمم مكتسب، كاين اللي عندهم يعني هادشي غادي نشوفوه ربما في الانواع اللي بما فيهم الناس اللي كيكون عندهم حتى صمم هيستيري، يعني حتى هذا نوع من، ولكن هذا مجرد عرض يعني ديال المرض الهستيريا كيقدر من بعد ما يبقاش الى تم علاج المرض. سيد عرسين، نبغي نتوقف معك عند واحد يعني المعلومه متداوله وتصحى لي، ربما الجهه الشرقيه في المغرب هي اللي فيها اكبر عدد ديال هاد الاشخاص، واش هاد المعلومه صحيحه؟ هو ماشي، لان كاين بعض المرات اللي كيربطوها بالزواج ديال الاقارب، لان كاين منطقه بالاخص منطقه ديال من في الشمال ديالنا علو ان الاخوان اللي في الريف معروف انهم كيتزوجوا ما بين العائلات. كذلك غير باش ناكد هذا الشيء، ان في هولندا اكبر نسبه الاطفال الصم 5000 واحد مغاربه في هولندا بسبب المساله ديال التزوج او الدم المشترك لهذه، دونك هذه من الاسباب كذلك اللي كتكون. فنفس الشيء كذلك بالنقص التوعيه، كيكون الناس اللي كيكون عنده الولد الاول ما كيسمعش، الثاني ما كيسمعش، وكيبقى يسين شي ولد يجي ما كيديرش استشاره وراثيه، ما كيديرش استشاره. وكاين دراسات دارت على مستوى فاس مثلا على مستوى تحليل الجينات بالنسبه للناس اللي عندهم جوج ثلاثه اربعه ديال سميتو ديال الدراري اللي ما كيسمعوش. ف الاحصائيات انا قلت لك بالاخص بالنسبه للجهه، لكن عاوتاني عندها علاقه حتى على مستوى الطبيب، على مستوى المينانجيت كما قال الاستاذ، الا ما تطريطاش في الاجل ديال تقريبا واحد ساعتين كتقدر تدير بزاف ديال المشاكل على مستوى السمع. غنستكملوا طبعا هذه المعلومات الطبيه، نبغي غير نرجع للدكتور عبد الرحيم العطري. شفنا شهادات عدد من الاباء في هذا الروبورتاج اللي تبعناه، يعني بالنسبه للعائلات ان يكون طفل قدر عليه الصمم، شنو تيعني بالنسبه للعائله هذا؟ شنو تتعني هذه المساله؟ شكرا للايمان، سقفتني واحد الكلمه مثيره ديال احد الاباء، قال كان تنحلم ان هذا الولد ديالي يقول لي يا بابا. يعني كل ما يحلم به هذا الاب هو انه يسمع كلمه بابا من اللسان ديال الابن ديالو. ما بغى يقول لهذا الولد بغيتو يرد عليا، لا يخدم عليا، لا يدير لي لا حتى شي حاجه. اذا هنا تلقاو المسافه شناهي؟ هي مسافه ماديه، هي مسافه الولوج الى الصحه. هاد الطريق الشاسعه بينه وبين الصحه هي المشكل. لا بغى يدير زرع القوقعه خصو 25 مليون، من اين له بها؟ اليوم هاد العائلة اليوم ماذا تطالب؟ يعني احلامها بسيطه جدا، بغات ولدها
يقول لها بابا بغات ولدها يتكلم، واش حنا عاجزون عن توصيل او تحقيق هذا الحلم؟ اليوم هاد العائلات في كثير من الاحيان تلاحظوا بان عائلات يعني تناضل لوحدها، تلقاو بطبيعه الحال كاين جمعيات كاين كذا كاين هذا، ولكن تنسلقا هذا الدعم راه ماشي غير كافي. نرجعوا طبعا للمشاكل اللي كتعوق امام عمل الجمعوي اكثر نجاعه لانه ناجع وكنشوفوا النماذج ديالو. سي محمد الكتاني، دائما المساله ديال الاسر، انت ربما الايه مقلوبه، انت الوالد ديالك اللي اصلا، وهذا ربما اللي حركك في اتجاه عمل الجمعوي في هذا الباب. قربنا من الاسر اللي تتكون فيها حاضره هذا الاختلاف باش ما نبقاوش نقولوا اعاقه. نعم، انا تناثرني هذا الروبورتاج من خلال الاقسام اللي كاينه دابا اللي كنهضروا عليها، ومن الاسر اللي تولد عندها طفل اصم، وانا عشت هاد الظروف هذه لان انا عشت في اسره فيها اب تا واصم. طبيعه الحال النوع ديال الحياه ديالي كان عادي، ولكن كان كينقصوا واحد التواصل ما بين الاب هو اللي كنعرفوه هو رب الاسره، هو المسير الاسره. فالحياه ديالي اللي عشتها داخل الاسره وداخل مع اب واحد ما كيسمعش ما حولتنيش لواحد الانسان غير عادي، بالعكس. فانا كافحت مع الاب ديالي وكنت انا اليد اليمنى ديالو، لان انا الولد الاول ديالو. بطبيعه الحال انا اللي فتحت عيني ولقيت الاب من بعد خوتي عاد شافوه هذا، ولكن انا اللي اضطريت انني نتعايش مع الواقع ونشوف الوالد ديالي كيفاش كيتكلم ومع الاصدقاء ديالو الى اخره. الحاجيات ديالو لان كنت كان هو او انا كنا كنعتبر راسنا هو الاب والصديق والاخ، وكذلك حتى هو كيعتبرني كذلك، انا الاخ ديالو والاب والصديق ديالو والابن ديالو. فيعني التعايش مع 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 فرد من الافراد الاسره اصم لمده اكثر من 40 سنه ولا 50 سنه راه حاله ماشي سهله باش تكونها. والروبورتاج اللي كيتكلم على كيفاش الاب هذا كيطلب ولده مثلا انه يتكلم كما قال الاستاذ، والفرحه كيفاش غادي يسمعه كيتكلم ويقول لبا، وهذه انا كنت كنتمنى حتى انا الاب ديالي حتى انايا واحد النهار يقول لي اجي يا ولدي مثلا، ولكن بنطق ماشي بلغه الاشاره. ولكن هذا ما كتب، والحمد لله انا كنشكر الله سبحانه وتعالى لانه وقادني لهذا العمل الجمعوي وقادني لهذه المهنه ديال الترجمه، اللي اصبحت اليوم كنقدم واحد العمل خدمه كبيره وجليله واسعه. والوالد ديالك كان اصم، ولكن هذا ما منعوش انه يربيكم احسن تربيه، وبالتالي اي شخص يعني في اي موقع سواء ابن ما كيمنعوش هذا، ما غتمنعوش وما غيمنعوش هذا الاختلاف من انه يكون مرضي ديال والديه، من انه يكون يبار بهم، يعني ما عنده حتى علاقه مع قيمه الاسره. نعم، ومع التماسك الاسري. نعم، هنا كنرجعوا للكلام ديالنا الاول في افتتاح البرنامج، انه ماشي هي شفقه او رحمه على الانسان أصم، بل هذا واجب كيتحملوا اي واحد فينا، لا داخل الاسره ولا خارج الاسره، لا في المجتمع ولا في جميع الحياه اللي كنعيشوها عاديه. نرجع للشق الطبي اللي هو اساسي حتى هو في الحلقه ديالنا ديال اليوم. نبغي نميز معك، طبعا تكلمنا على عدد من التدخلات الجراحيه اللي ممكن تكون مفيده في بعض الحالات، نبغي نميز معك قبل من هذه المساله في المستويات ديال الصمم، وامتى يمكن نطرقوا باب الطب من اجل العلاج. نعم، كيف تنعرفوا بانه جهاز السمع تتكون من ثلاث تنسميوها الاذن الخارجيه، الاذن الوسطى والاذن الداخليه. بالنسبه للاذن الخارجيه والاذن الوسطى، الدور ديالها هو توصيلي، تتوصل الاصوات، ولكن الاذن اللي مهمه هي الاذن الداخليه اللي تدير عمليه السمع والفهم. دونك الفهم يتم في الاذن الداخليه. إذن الى المشاكل ديال الاذن الوسطى والخارجيه هي مشاكل ما تتاثرش بزاف على 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 على, على, على النطق وعلى الكلام. اللي تتاثر بزاف هي الاذن الداخليه. الخلل في الاذن الداخليه هو اللي تاثر بزاف على على على, على تعلم اللغه والكلام. هذه من جهه. من جهه اخرى هو العمر ديال الطفل. الى الصمام ديال الطفل كان صمام خلقي قبل من جوج سنوات، قبل من تعلم اللغة سنتين ثلاث سنوات. هذا الصمام هذا تيكون صمام عميق حتى شديد، تؤدي إلى بأن الطفل ما عمره سمع، ما عمره يتكلم. المسألة الثانية هو إلى هذا الصمام هذا جاء الوليد تعلم اللغة عامين ثلاث سنين أربع سنين، جاء حتى خمس سنين، عاد جاء هذا الصمام هذا. أش يوقع على الوليد هذا إلى ما بدرناش وتكلفنا بالطفل هذا؟ تيوقع عليه تنسميوه فقدان المهارات اللغويه اللي تعلمها في ذوك ثلاث سنين، هذيك سنتين ثلاث سنوات، تيفقد جميع اللغه
الا ما تدخلناش واهلناه باش يبقى غادي في المسار اللغوي ديالو. المساله الثالثه هي الشده ديال هذا نقص السمع. كاين نقص السمع 30% 40% 50%، ولكن غير تيفوت 70% حتى 100% تيولي عميق حتى شديد. وهذا عميق حتى شديد الوليد ما تسمع حتى شي حاجه، اذا ما غاديش يتكلم. الاخرين مازال تيكون عنده نقص السمع، وغادي نوصلوا للعلاج بان هنا فين تيكونوا هذوك السماعات ولا المعينات السمعيه. غنفصل معاك غنرجع لك طبعا، ولكن بعد الفاصل، فاصل قصير، نعود بعده مشاهدينا لمتابعه النقاش وموضوع عدد هذا المساء فئه الصم، ونجبكم نلتقي بعد لحظات. واصل مع البروفيسور محمد محتار دائما بالحديث على التدخلات الطبيه، شنو الحالات او طبيعه التدخلات الطبيه. تكلمنا على العدسات، تكلمنا على القوقعه، شكون اللي ممكن يترقبها بالطب من اجل ربما انه يخرج من هذا القدر ديال الصمم؟ نعم، كيف قلنا احنا امام اطفال، الطفل ملي تنديروا ليه تشخيص بانه ممكن يكون عنده صمم، ملي تنديروا التشخيص بالطرق باختبارات سمعيه تيتبين لنا بان الطفل اما ضعيف السمع. هنا تيجي الدور ديال هاد ديال الدور ديال هاد المعينات السمعيه واللي تنسميهم السماعات. تنقدروا لهذا الطفل هذا اللي درنا ليه هاد المعين السمعي، تيقدر الطفل يقدر يبدا يسمع احسن ويقدر يبدا يتكلم. اما ملي تكون عندنا صمم شديد حتى العميق، هاد الصمم هذا تحتاج بعد واحد الفحوصات سمعيه نفسيه، تنديروا لي اشعه تنقدروا نفكروا في زرع القوقعه. هاد زرع القوقعه تعتبر نقله علميه غير مسبوقه. طيب قبل من القوقعه، المعينات السمعيه هي هاد العدسه اللي تنركبوها اللي هي عباره عن اله صغيره فقط، هنا اللي تيكونوا عندهم يعني ضعف في السمع، هما اللي تيستافدوا منها. كاين هذاك المشكل ديال الاذن الخارجيه، هو اللي هذاك هو اللي فيه ديك العدسه وداك الشيء. طيب هاد القوقعه، القوقعة يعني الصمام العميق والشديد. الشديد، ولكن بعد دراسة متأنية للعوامل التي قد تؤثر على نجاح هذه العملية. إذا ضروري مثلا ندرسوا الملف ديال هذا الطفل هذا بواحد الشكل عميق، حتى نقولوا هذا الطفل هذا راه نسبة النجاح ديال هذه العملية غتكون غادي 100%. شنو هما هاد المسائل هادو؟ هما الطفل خصو يكون عنده صمم عميق حتى شديد، يكون عنده واحد العصب سمعي، ولكن الوالدين تنشرحوا لهم بانهم خصهم يلتزموا معنا بان زرع القوقعه لا تعني هذيك العمليه. زرع القوقعه ما بعد زرع القوقعه هو اللي مهم. 10% هي زرع القوقعه، ولكن 90% ديال المتابعه وديال العمل على التدريب على النطق، العمل على 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 تقوم به ما يسمى باخصائي التخاطب، نسميه هنا اوغتوفونيس. هذاك الاوغتوفونيس تقوم بواحد الدور كبير في نجاح هذه العمليه هذه. اذا زرع القوقعه هي عمليه ناجحه. نسبه النجاح ربما اكثر من 90%. وفي المغرب؟ في المغرب اكثر من 90%، ولكن الطفل عنده ما عندوش اكثر من نسبه النجاح تتقل الى الطفل فات مثلا 6 سنوات. قل من 3 سنوات نقدر نقول لك انا نسبه النجاح 100%، قل من 3 سنوات. ملي تنفوتوا 3 سنوات وتنزيدوا عند العمر ديال 6 سنوات 12 سنه النسبه تتولي ما نقدر، ولكن تتكون عندها واحد 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 زعما عايزين نقولوا بالفرنسي ايتوليتي، تتكون عندها واحد منفعه. غير هو بروفيسور حنا كنتكلموا على مبلغ مالي اللي هو كبير، اللي هو تيتجاوز 25 مليون، بعد مرات كيوصل حتى ل 30 مليون. يعني هذا المبلغ المالي شنو اللي تيفسر الارتفاع ديالو؟ لان يعني ما مفهومش علاش هو مرتفع. واش لان الجهاز او التكلفه ديال التطبيب ديال الجراحه، علاش هو مرتفع؟ نعم، القوقعه الالكترونيه هي غاليه لان الصناعه ديالها تجينا المغرب بهذا الثمن هذا. اذا نقدر احنا في المستشفى مثلا تنديروا هذه العمليه مثلا بالمجان بدون تكلفه، ولكن الثمن ديال هذا. ولكن هنا تيجي واحد المساله مهمه، هي التغطيه الصحيه اللي غنتكلموا عليها. لان نهار تولي عندنا التغطيه الصحيه غنوليو بحال الدول الاخرى في العالم اللي عندهم التغطيه الصحيه، بحال مثلا فرنسا اللي خدينا كمثال. هذه القوقعه تاخذ التغطيه الصحه، وكاع الاطفال اللي تحتاجوا للقوقعه التغطيه الصحيه تتسمح لهم باش يديروا القوقعه وما تندخلوش في هذه المتاهات. هذه المتاهات لانه تتبقى مبادره شخصيه، واحد الوقت خاصها مؤسسه الدوله تدخل باش تقوم بهذا العمل ديال باش غادي نشوفوها من بعد. ربما هذا موقفكم كاطباء، لان هذه المساله ديال القوقعه عليها واحد التحفظ، يعني ملي كنت كنوجد الحلقه عليها واحد التحفظ من طرف جمعيات المجتمع المدني، نفهموا طبيعه هذا التحفظ. معك سي عزيز عسير قبل ما نرجع ليك بروفيسور. اول حاجه انا كنبغي نشكر الدكتور على المهنيه ديالو من خلال انه حق العائله في الحصول على المعلومه، المعلومه كامله. إذا من حقهم هاد لي باغون، مثلا نعطيك مثال، أبو
وام عند الطبيب كيقول لهم باش يانونسي لهم الخبر ديال ولدكم راه ما كيسمعش. في هذه الحاله اي اب كما كان نوعه غادي يقول لك انا مستعد بحوايجي على ولد الوليد غير الوليد يقول كلمه بابا. المشكل ان علاقه الطبيب كتوقف هنا انه كيقول له ولدك غادي يسمع. علاش قلت له الاستاذ كنشكرو على المهنيه ديالو؟ من المفروض اننا نشرحوا بانه القوقعه كلنا هنا مجموعين على هدف اساسي هو انه باغي ندخلوا الفرحه لهذا الطفل وهذه العائله. طبعا. وعلى اساس ان هذه العمليه طبعا الا تدارت في سن معينه عندنا نتائجها، مع العلم ان الطبيب الجراح ما كيعطينا غير 10%. سالتي واحد السؤال مهم، ما مدى نجاح العمليه؟ يجب تحديد المفاهيم اولا، تحديد المفاهيم النجاح الطبي او النجاح على مستوى الفونكسيونمون دو لاباري اللي من بعد، لان معروف ان زراعه القوقعه النتائج ديالها وممكن تعطي نتائج ممتازه من بعد 5 سنين. اذ للاسف انه وهنا كنحط على مساله المهنيه الاستاذ، المساله اللي انه حضر مزيان وقال بانه من بعد 5 يعني لا بيريود اللي كتسمى عند اللسانيين يعني بوست لينغوال، يعني انه من بعد ما اكتسب الطفل الكلام انه من بعد الدري مثلا كتلقى ناس عندهم 50 سنه كيقول لك مشى عند الطبيب دار له لامبلون. واش هذا ماشي عيب؟ انه لان هنا مع العلم انه حتى على مستوى العالم والحمد لله حنا عندنا اختصاصيين اللي فقط خصهم يدوزوا هذه المعلومه ويقولوا بان هاد الوليدات اللي حنا جبناهم في هذا السن المبكر يمكن نقدوهم كما قال، ولكن باش نسينوا الدري نجيبوه ب 15 20 عام وللاسف هذا الشيء كيوقع ونقولوا له زرق القوقعه هذا كنبيعوا له الوهم. كنبيعوا له الوهم لانه خصنا نكونوا واضحين في هذه المساله انه فعلا انه الا صدرت العمليه في واحد السن افيك ان سويفي اورتوفونيك، لانه الطبيب سي فغي كيقول لك انا عمليتي نجحت، ولكن للاسف كنشوفوا روبورتاج في التلفازه كيجيبوا الطفل كيقول لك ها الطفل ها هو راه نجحت له العمليه راه غادي يسمع. الوغ كو سي فو، سوقفني رد الفعل ديال الاب تما، علاش؟ لان قال الحمد لله ان ولدي غادي يولي يسمع. مزيان، حنا كلنا كنحلموا ان هاد الوليدات يوليو يسمعوا، ولكن واش عندنا عنده هاد الاب الامكانيات باش يخلص لورتوفونيست ديال 120 درهم باغ سيونس اللي هي ما كتعداش 20 دقيقه 30 دقيقه، عندنا هاد الامكانيات، اسكو لا ميتيول لو برون شارج باش غادي يكمل لمده 5 سنوات ديال التتبع ديال 2 3 4 الحصص، اسكو عندنا لو بسيكولوج كي بو باسكو في الدول عندنا كما قال الاستاذ خلال النقاش ديالنا ان سميتو الكلينيك اللي غادي دير هذه العمليه خصو يكون عندها فريق ديال التتبع، فريق سير بلاس ماشي مثلا. نعطيك مثال، انا كيتصلوا بيا اطفال من تاونات من العروبيه ديال تاونات كيقول لك راه لقينا شي محسن غادي يدير لي العمليه. لا يعقل ان الدري ندير له العمليه ونصيفطوا للعروبيه نقول له سير تما، في العكس حنا مع العمليه ولكن مع انه يتم المأسسة ديالها والتكفل ما بعد العملية والناس انه هادشي مزيان، لان احنا كاملين مجموعين من اجل هاد الوليدات هادو مع باش نساعدوهم، وبالتالي فباش ندير العملية ونقول راهم عندي 3 في البلوك الفوق راهم صوبوا العملية مزيانين راهم ناجحة راه كذا راه كذا راه كذا، ألور كو سي فو، لأنه هذا هو اللي خاطر شي شوية. غادي نرجع ربما يعني غنفتح قوس آخر ربما في نهاية هذا العدد باش نتكلموا عندكم جمعية اللي هي جمعية أطفال بلا صمام، نشوفوا ربما المجالات اللي ممكن يكون فيها هذا الأداء أكثر فعالية ويكون تعاون بين ربما الطب ديال الاختصاص ديالكم وبين عدد من الجهات اللي يمكن تضمن لينا هاد النجاح اللي كنقلبوا عليه. هو ماشي النجاح الطبي، هو النجاح في الاندماج الاجتماعي، والاندماج الاجتماعي عندنا في فئه كبيره اللي ربما فاتوا هاد السن ديال العدسه وفاتوا هاد السن ديال القوقعه وعندنا واقع كنتعاملوا معاه، الحظ ديالهم في التعليم السيك الثاني. اولا الحظ ديال الصم في التعليم معروف دابا في المغرب، وهو مع الاسف ملي كيدخلوا المدرسه ما كيفوتوش السادس اساسي، هذه في مدارس خاصه ديال الصم، وهذه معروفه بالنسبه للمغرب. ما كاينش تعليم ثانوي، ما كاينش تعليم عالي خاص بهذه، ما كاينش ثانوي لان ما كاينش اطور، ما متكوناش اطور في هذا الميدان هذا باش نوصلوا بالاطفال ديالنا الاعدادي والثانوي. فملي كيقرا الطفل مثلا كيخرج من السادس اما عنده اختيار، اما غادي يمشي للشارع واما غندخلوه للتكوين المهني، والتكوين المهني كيبقى مقتصر، ونفتح هنا واحد القوس على اساس المهن اليدويه
هذا خياط، هذا نجار، هذا صباغ، هذا مثلا الحلاقه ديال الرجال ولا النساء الى اخره. يعني القدرات العقليه ما عندناش استثمار ديالها ما كايناش وما كاينش فاش يزيد مثلا القدام ويكون توا مؤهل باش نوصلوا لواحد الشاب اصم او واحد الرجل اصم في المستقبل اللي غيعطي واحد النتيجه مزيان في المجتمع ديالو كالدول الاخرى اللي سبقتنا في هذا الميدان هذا. دكتور عبد الرحيم العطري، هذه المساله ديال التعليم اللي كنتوقفوا عندها، يعني هما العدد اللي كيستافدوا من التعليم الابتدائي هو قليل، ومن بعد يغلق باب التمدرس بشكل نهائي لهذه الفئه. هذا هو التمييز وهذا هو الاقصاء التام. بحال تنقولوا لهاد الناس ما عندكمش شي حظ في الشهاده اللي تحملوا هي شهاده الدروس الابتدائيه، يعني ما عندكم الحق في البروفي، ما عندكم الحق في البكالوريا فما فوق، يعني محكوم عليكم اجتماعيا ان من يسولكم شي واحد تخجلوا وتقولوا لا احنا الشهاده اللي عندنا هي شهاده الدروس الابتدائيه. واش كاين شي حاجه اقصى من التمييز؟ كاين شي حاجه اقصى من هذا الاقصاء؟ يعني الاقصاء من الحق في التعليم والحق في التسلق الاجتماعي والترقي الاجتماعي، لانه خصوصا واخا القانون تيقول لنا بانه راه المباريات ديال الوظيفه العموميه كاين واحد الكوطه معينه ديال الناس في ذوي الاحتياجات الخاصه او الناس في وضعيه اعاقه، هاد الناس من الاول حنا قصيناهم دوفيس، لانه ما قدروش يوصلوا للبكالوريا، ما قدروش يوصلوا للاجازه ولا الدكتوراه، ولهذا بقاو بديك المساويات تتفرض عليهم حتى المسار الحياتي ديالهم مرسوم، انه غيمشي يولي خياط، غيمشي لمهن معينه، يعني لا حق له حتى انه يجلس فوق طابله المخزن كما تنقولوا، ما عندوش الحق انه ياخذ السيلو ويجلس في البيرو وما الى ذلك، علاش؟ كاين شي حاجه اكثر من هذا التهميش وهذا الاقصاء، هنا هاد الناس ما عندهمش القدره على التعبير. يعني ممنوعون من الكلام بقوة الأشياء بالفعل وبالقوة حتى في المهن يعني اللي كيمارسوها، يعني كتقودهم لممارسة عدد من المهن محصور في المستقبل الدراسي والمهني، يعني محدود، وهذا تيخليهم دائما أنهم ملتصقين بالقاع الاجتماعي وما عندهمش إمكانيات ربما الترقي الاجتماعي والتنخيب الاجتماعي والوصول إلى نخب معينة. لهذا أن الناس ما تنشوفوا في أين يشتغلون، إما في حارات معينة، إما في مناطق معينة يعني مهمشة، ثم أننا علاش ما نلقاوش حنا غدا ولا بدون نائب برلماني؟ وفي دول متقدمة راسي عزيز عرفة وصلنا للدرجة أنه كاين نائب برلماني يعني فعلا أنه اسميته يعني من هذه الفئة. علاش هاد الناس محكوم عليهم يعني بالإقصاء الاجتماعي؟ هذا كله تيخلي هاد النفسية، تيخلينا نسألوا هاد النفسية كيف تشتغل؟ نفسية محكوم عليها بالإقصاء من التعليم، من الإقصاء من المهن، ربما المهن اللي تنسميوها مثلا مهن حرة أو شيء من القبيل، من المهن العالية الكعب، إذا كيف بغيتي هاد النفسية تكون؟ ثم بالاضافه للنظره دائما القدحيه التي تتواصل، هذاك زيزون، هذاك ملعون وما الى ذلك. على ذكر هذه النظره القدحيه كتجرنا للحديث على مدى انفتاح المغاربه على لغات الاشاره. سي عزيز عرسي ربما عندك اضافه. عندي اضافه على مستوى التعليم. طبعا مستوى التعليم لانه لازم نعرفوا بانه ليست لدينا سياسه دامجه. صحيح. وليست لدينا قوانين دامجه. يعني دي ريغولاسيون انكليزيف. يعني اللي كتدمج البعد ديال الاعاقه في التشريعات الوطنيه، لانه ملي كنهضر على الولوج كنهضر على الولوج للمعلومه، مثلا من خلال الاشارات الان صدع واحد الشريحه اللي ما عندهاش حقها في العلم كنوصلوا لها المعلومه من خلال لغه الاشاره، فكذلك ليست لدينا برامج دراسيه مدامجه، باعتبار انه نمشيو عند الوزاره ديالنا، فمثلا اتساءل واش كذلك اوباما عنده حتى هو المدارس اللي عندنا حنايا ديال الصوم، باعتبار انه عندنا ان سيرفيس داخل الوزاره ممسوك من طرف شخص. شخص واحد هو سميتو. ما نتكلموش على الشخص، لا 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 لا, لا كيتقاتل، كنقول كيتقاتل من اجل المجال هذا السيد هذا، ولكن كيبقى بان الوزاره محتاجه جا البروغرام ديرجونس، المخطط الاستعجالي. المخطط الاستعجالي جاوب واحد المشروع سموه او ام بي سات اللي هو دمج و سميتو ذوي الاحتياجات الخاصه، للاسف بانه لم يدمج جاء على مستوى البنايات تجهيز البنايات، ولكن كيبقى بانه لم يتم ادماج ولو لانه تم بقى كيف التفكير في 800 قسم على مستوى الاعاقات، ولكن كيبقى انا نرجع للقضيه ديال المستويات الدراسيه، لا ننساو بانه كنقولوا بان عنده الشهاده الابتدائيه، راه ما عندوش الحق يدوز الشهاده الابتدائيه، راه هذا المستوى اللي يوصل للشهاده الابتدائيه راه مستويات غير معترف بها، لان دائما في الوثيقه ديال المدرسه اللي كنعطيوه الشهاده المدرسيه كنديروا له تلميذ قسم الادماج المدرسي.
ما كنديرولوش تلميذ القسم الثالث او القسم الرابع، لاننا نفتقد الى الاليات ديال التقييم على ديال الاطفال، لانه ليست هناك روائز يعني انكلوزيف كما كنقولوا دامجه البعد ديال الصمام داخل المدرسه. واضح. نتكلموا على لغه الاشاره قبل ربما ما نديروا لحوارنا هذا الخلاصات. انفتاح المغاربه على لغه الاشاره، حنا مني تنكونوا في فضاءات يستعصي فيها الكلام، يعني بعض الفضاءات مثلا فضاء المسجد في ساعه معينه، او مثلا في واحد الفضاء اللي محكوم علينا اننا نكونوا ما كنتكلموش باللغه ديال الكلام، كنستخدموا اشارات يعني مع بعضنا. ماذا انفتاح المجتمع المغربي على لغه الاشاره؟ واش تيقلب المغاربه تيقلبوا انهم يتواصلوا مع هذه الفئه ويتعلموها بشكل لازم نعرفوا كذلك هنا، لان واحد المجال كذلك اللي خصك ديروا له الحلقه كله، لان المجال ديال الاشاره. الاشاره هنا ما كنهضرش، لان خصنا نفرقوا بين انواع معينه ديال الاشارات. في ان كاين الاشارات الاصطلاحيه سي لا لونغ دي سين ايكونيك، وكاين سميتو لا لونغ دي سين ستاندار، يعني اللي هي لان ايكونيك اللي هي ربط العلاقه ما بين الدال والمدلول، يعني انه فاش غادي نقول كرسي خاصني ندير الاشاره للكرسي وندير هكذا، على اساس انه العلاقه ما بين اليدين، لان عندنا تقريبا شي 2600 كونفيغوراسيون ديال اليدين، ولازم نربط ما بين الاشاره ما بين الحاجه اللي كنشير لها سينيفيون سينيفي، وبالتالي هذه كتسمى اصطلاحيه باعتبار انه يمكن نعرفوها كاملين، ولكن الاشاره ستوندار هي اللي كيهضروا هذا الصوم بيناتهم، لان عندهم واحد القدره خارقه باش يطوروا لغه اشاريه ديالهم هما خارج، لان انا اون طون كو مترجم او انتربريت شنو كندير؟ كناخذ العالم ديال الصم ونجيبو للعالم ديال ليزونتوندون، وناخذ العالم ديال ليزونتوندون ونديه لعالم الصم، ولكن العالم الحقيقي ديال الصم شكون هو؟ اللي كيعيشوه مع بعضياتهم، ماشي اللي كنعيشو انا، لان كنبقى انا كنتمي لواحد الثقافه مختلفه، باعتبار انه انا يلاه جاي ان اترونجي، والعديد من الناس كيديكورون اللي كيرفضونا حنا كومبليت، وحنا كسامعين كيقول لك علاش دخلنا حنا هذا المجال؟ شكون انتم اللي دخلوا للمجال ديالنا؟ فوزيت كي؟ هذا اللي كاين لك، يعني هما التواصل بينهم وبين بعضهم هو عالي جدا، عالي جدا، لانه والخصوصيه ديال لغه الاشاره انه يمكن اصم مغربي يتلاقى مع الياباني ولا مع الامريكي ولا مع ايا كان ويتواصلوا بدون، في حين سميتو، ولكن لغه الاشاره اللي كيتعامل معايا انا كسامع ماشي هي لغه الاشاره اللي كيتعامل مع بعض. يعني ممتازه هاد الاضاءه، وهذا ربما جانب ايجابي كيخلي هاد الاشخاص هما اذا تواجدوا في اي مكان في العالم فهما كيبقاو كيتواصلوا مع بعضهم، في حين ان احنا كنحتاجوا لعدد من اللغات قبل ان نضع لحوارنا هذا الخلاصات اللازمه. رشيد محتاج يخاطبنا ويتعين علينا ان ننصت له، فنان في عقده الثالث جمع بين موهبتي الرسم والتشخيص المسرحي، متذوق للموسيقى واعني ما اقول موسيقى يعزفها شباب صم. لن اقول اكثر، لنتابع البورتريه الذي اعدته فاتحه وعلي وكمال غني. بعض من الخيال والكثير من التركيز، هذا ما يحتاجه رشيد ليغوص في عالمه الخاص بين الألوان الصارخة والصمت المطبق. رشيد محتاج شاب ثلاثيني قضى كل سنوات عمره دون أن تسمع أذناه أي صوت أو تنبس شفتاه بكلمة. لم يختر رشيد الصمت قدرا له، لكنه اهتدى إلى ريشته الصاخبة لتكسير جداره. لطالما سحر رشيد بجاذبية الألوان، لكن جمالية الخط العربي استهوته كذلك، فأجادت أنامله رسم الحروف وزخرفتها، وتفنن في إبداع لوحات تشكيلية تنطق إبداعا.
في فضاء الزرقاء بحي يعقوب المنصور دعانا رشيد لحضور إحدى العروض المسرحية التي يقدمها برفقة زملائه في جمعية النصر للصم. هنا التواصل بين العارضين والجمهور زاهد في الكلمات والعبارات. عبر ردهات الفضاء رافقنا رشيد لنكتشف نشاطا فنيا آخر أبطاله صم وبكم عاشق الموسيقى وضبط إيقاعاتها ليمتزج الفن بلغة الجسد والإشارات. رشيد يفسر كيف أن إحساسه بالذبذبات الصوتية يمكنه من تذوق الموسيقى والاستمتاع بإيقاعاتها. موسيقية صماء هزت أرجاء المكان في عالم بلا أصوات يعمه صخب الفنون. مفارقة عجيبة صنعتها إرادة هؤلاء الشبان وتحققت بفضل مجهودات كبرى بذلها آباؤهم، آباء آمنوا بقدرات أبنائهم على إسماع أصواتهم على طريقتهم. أنصتنا بإمعان لرشيد محتاش والعدد من شباب الصم وتعرفنا عليهم، ومعنا اليوم ممثلين على هذه الفئة. يسعدني أن أرحب بطارق، هو عازف في الفرقة الموسيقية اللي شفناها في البورتري. كنعاود نرحب طبعا برشيد، كنرحب بوفاء، شكرا وربي يعاونكم، شكرا لكم. ومعنا كذلك اليوم في حلقة بدون حرج معنا رئيس الجمعية، جمعية النصر اللي شفنا الصور ديالها في البورتري، سي عزيز الغرب. مساء الخير. الجمعية ديالكم شنو قدمات لهاد الشباب؟ أولا شكرا لهاد الاستضافة الكريمة، احنا سعداء جدا بهذا الحضور، وأنا كنمثل جمعية النصر اللي أنا الرئيس ديالها من قبل مني، يعني كان رئيس، ولكن انا زاولت المهنه ديال نائب رئيس 20 سنه. والجمعيه ديالنا كتعامل مع الرسم ومع الموسيقى، لان الموسيقى كما شفتيو هي موسيقى افريقيه، والاحساس اللي كيوقع في الموسيقى هو انه الصم اللي كيعملوا هذه الموسيقى هذه كيحسوا احساس من ذاك الخشبه اللي كيكونوا واقفين عليها، ومن نوعيه الادوات اللي كيستعملوا. هذه الجمعية ديالنا عملت واحد الجولة وطنية في المغرب مع جميع المدن المغربية الحمد لله، وكانت عندنا لقاءات في سفارات أجنبية وعربية. اللي شفتيه أنه الرسم راه كياخذ جزء كبير من حياة الأصم طبيعة الحال، ولكن حتى النوعية ديال الرسم راك شفتيها على كل حال. إنما بغيت نقول زعما حتى الجمعية كتعمل الرياضة، وعندنا فريق وطني. انا اللي كنبغي نقول ونوصل الرساله ديالي من هذا المنبر، لانه الصم البكم خصنا نعاونوهم ونساعدوهم وناخذوا بيديهم، ولكن اول حاجه كنقول هي المدرسه 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 دائما باش نوصل لواحد المستوى. شنو محتاجين هما في الجمعيه ديالهم؟ شنو المشاكل اللي تتعوق العمل ديالهم؟ احنا اولا الجمعيه ديالنا احنا ان شاء الله بصدد بناء واحد المركز غادي يكون ديال الصم ان شاء الله. بغينا مثلا ناخذ بيدين هاد الاطفال اللي جايين والجيل اللي جديد اللي جاي ان شاء الله، وحنا ان شاء الله دايرين شراكه مع مؤسسه محمد الخامس لبناء هذا المركز هذا، باش نوسعوا الافاق المستقبليه ديال الجمعيه ديالنا، ونعملوا اتصالات مع دول اجنبيه وجمعيات اجنبيه للتعاون معهم واخذ يعني المعطيات ديالهم واخذ حتى التجربه ديالهم. راه حنا مازالين يعني كنناضلوا على اساس انه ان شاء الله يكون مستقبل ظاهر بالنسبه للاطفال ديالنا الصم ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا لسي عزيز الغرب، وشكرا كذلك طبعا للممثلين ديال هذه الفئه اللي اسعدنا جدا الحضور ديالهم معنا اليوم. سأواصل، ربما آن الأوان ديرو خلاصات الحوارنا باش نكونوا متمرين في هذا النقاش ديالنا اليوم. نتمنى أن هذا النقاش يتكرر في مناسبات عدة. نبدأ بسي عزيز عرسي، ربما إلى بغينا نرسموا خارطة طريق
نحو نهوض بواقع هذه الفئه وتيسير اندماجها داخل المجتمع، شنو الاشياء المفروض نركزوا عليها؟ هو كما قال السي عزيز، هو المساله ديال التمدرس، يجب ان الوزاره ديال التعليم خصها تاخذ المسؤوليات ديالها لفائده تقريبا واحد 250 الف طفل في وضعيه اعاقه، انها خصها توجد لهم المؤطرين المكونين بشكل علمي، خاصة توجد لهم المدارس كذلك أو الأقسام، ماشي الأقسام بالشكل ديالها الحالي ولكن أقسام بأطر مكونة كذلك. كذلك يجب مؤسسة لغة الإشارة، ويجب كذلك أن تأخذ لغة الإشارة حقها من الإعلام الرسمي، باعتبار ما تبقاش غير فقط. قبل ما نواصل ربما بالإعلام الرسمي، وهذه نقطة غنبغي ناخذ فيها مداخلة ربما من عند السيك الثاني، كاين بعض المرافق ديال الدولة اللي الحضور ديال لغة الإشارة المفروض يكون فيها حضور أساسي، مثلا في مخافر الامن او في الدوائر الامنيه كلها، مثلا امام القضاء، حتى في المرافق في المؤسسات الصحيه. واش ما كتفكروش ديروا مثلا تكوينات لهاد الناس اللي كيشتغلوا؟ واش عندكم شراكات معينه هنا باش يجي الشخص وما يقدرش يتواصل معاه الاخر وهو عنده حاجه او لا عنده غرض في هذيك المؤسسه؟ المساله حنا استاذ بدينا واحد التجربه على مستوى فاس، والحمد لله في الدورة الثانية دابا الآن درنا الدورة الأولى لفائدة القضاة ديال المحكمات فاس كلها، الدورة الثانية كذلك، وكانت واحد الاستجابة رائعة لأنه من طرف القضاة سميتو من النيابة العامة، لأنه كذلك درنا دورتين لفائدة هيئة الصحة، لأن لا يعقل أنه مثلا الناس ديال الصحة، لأن الأصم فاش تصوروا معي مثلا السي عزيز غادي يمشي لعند الطبيب وخصو يدي معاه مو باش تترجم عليه، والطبيب كيكون كيسول مو ما كيسولش واشنو عندك، كيسولها شنو عنده. والمشكل كيوقع ملي كتكون اسئله ذات طابع حميمي. فعلاش فكرنا اننا حنا درنا تكوين لفائده الاطباء فاس تقريبا واحد 80 طبيب وكذلك الضباط ديال الامن. حتى الامن مهم جدا. حتى الامن مهم، لانه مجموعه المرات كي مثلا كيعيطوا لنا في الليل في مشاكل كتوقع، ولكن كيبقى هذا الشيء كافي. يجب كذلك على وزاره العدل انها تدخل المقاربه ديال الدامجه قلنا في التكوينات ديال القضاه، لانه كذلك في الامن، لان يكونوا دي موديول دو فورماسيون لفائده سميتو رجال الشرطه، لانه هاد الناس حنا اللي كيخاف هو انه يتم سميتو يتم مذهبتهم بشكل من الاشكال. كنعرفوا بان هاد الناس راهم عندهم واحد النيه وحده، انه تصوروا مثلا انه يتم الناس مثلا غتجي غتبقى تعمروا بواحد التكوين معين وغادي نقدر نديو الثمن ديالو من بعد، يعني مساله يعني بالتالي لازم ان هاد الناس يتخذوا بعين الاعتبار، لانه ناس اللي هما كما قلنا دائما الناس عاديين خصهم حقهم الرعايه، خصهم كذلك حقهم يعني هنا الطبيعه لا تقبل الفراغ، الا خليتي الفراغ ربما يتملى بحوايج صالح المجتمع. بالضبط، لانه وقعنا في حالات كثيره، لان هاد الناس هادو كيتلقاو يقدروا يتلقاوهم ناس سواء بجميع انه حنا الاشكال ديال الانحراف وديال التطرف ديال سميتو، ويمكن انهم يعلموهم شي حوايج اللي يعني الناس يدفعوا ثمنهم، وبالتالي خاص هذه المساله واضح. نواصل معك الحق في الاعلام العمومي، انت واحد الوجه يطل على المغاربه في بلغه الاشاره في بعض المناسبات القليله جدا. نعم شكرا. انا كنتسنى السؤال ديال الاعلام، لانه يطرح علي اسئله كثيره من الاشخاص الصم، ماشي غير من الرباط او من جميع المدن تقريبا اللي كنتلاقاهم، تيقول لك احنا مواطنين، احنا مغاربه نحمل هويه مغربيه ولنا بطاقه وطنيه، فكيفاش يعقل انه الاعلام كيوصل للجميع البيوت ويطرق جميع البيوت ولكن نبقى نحن مهمشين داخل اسرتنا وداخل بيتنا؟ لان الاعلام كما كنعرفوا فيه اخبار، فيه برامج وثائقيه، فيه برامج توعويه، فيه برامج صحيه، ولكن لا نجد من يفسر لنا هذه البرامج بتدقيق او على الاقل نوعا من التدقيق. فتجد مثلا الاسره او الاخ او الاخت، فلما يسال الاصم الاخت او الاخ ديالو عن ماذا يقال في ذلك البرنامج، يعطيه حصه دقيقه او دقيقتين للحوار او للتفسير، ويبقى هو داخل مجتمع او داخل اسره يحبها ويعزها يعني منعزلا. فهنايا عاوتاني كنرجعوا لمساله الاعلام بالمبادئ الاوليه ديال الاسلام. كنعرفوا انا هذه طرحت عليا كثير من عده مرات، على اساس انه هناك مجموعه كثيره من الصم يؤدون الصلاه ويعني عندهم حياه مسلمه، بطبيعه الحال هو في بلد مسلم. كيمشيو لصلاه الجمعه، الخطيب
ينقل الخطبة ديال الجمعة، الكل يستمع ويتخشع إلا الأصم. الأصم جالس أمام الخطيب ولو أنه في الصف الأول، ولكن لا يفهم شيئا مما يقال. فهنا كنتحملوا احنا مسؤوليه كذلك، مسؤوليه على عاتقنا، ولكن لا نتحملها نحن لوحدينا، بل يتحملها المسؤولون. طبعا المسؤول الذين هم يرعون هذا. هنا عدد من القطاعات الحكوميه المفروض انها مسؤوله، تكلمتي على وزاره العدل، هنا كنتكلموا على الاوقاف والشؤون الاسلاميه، مسؤوليه ثابته ديال وزاره التعليم، وزاره التنميه الاجتماعيه كذلك. ربما هاد درنا واحد الخلاصات في الجانب ديال الاندماج الاجتماعي. نبغي ناخذ معك ربما في دقيقه او دقيقتين، جمعيتكم اطفال بلا صمام عندها الهدف ديالها وقائي، والهدف ديالها كذلك انها توفر الامكانيه ديال العلاج بالنسبه للاطفال اللي كتشخص عندهم الحالات وكيكونوا قابلة هذه الحالات للعلاج. نعم، جمعية أطفال بلا صمام هي جمعية طبية فيها جميع الكل أطباء، وكيف قلتي كاين مسؤوليات متعددة. هنا نشيروا على مسؤولية ديال مسؤولية وزارة الصحة. مسؤولية وزارة الصحة ما نسعى له كأطباء هو برنامج وطني للكشف المبكر، للكشف المبكر عن الصمام عند الأطفال. هذه المسألة هذه غتكون عملية، لأنه كاين واقع، دابا كاين واقع خاصو هذا الواقع هذا اللي وصل الصمم وصل الدرجة هذه. احنا بغينا بهذا الكشف المبكر وهذا التشخيص المبكر نقدروا نساهموا بواحد الشكل من الاشكال بان ما نقدروش نوصلوا لهذا السيد اللي وصل البالغ ولا عصم بهذا الشكل هذا. الى كشفنا مبكرا على هذ الاطفال كيف جميع التجارب، كشفنا مبكرا وتفادينا حتى ربما الاسباب اللي ممكن تفادوها قبل ما يوقع الحمل. كشف مبكر وعلاج بحال دابا زرع القوقعه يمكن ان تتفادى الاعاقه الاجتماعيه. تجارب دول في العالم دابا جميع الدول دخلوا في الكشف المبكر وفي العلاج المبكر وفي التدخل المبكر. حنا المغرب مازال غادي ولكن تنقولوا خصنا ننمو نموانا الطبيعي. اذا نبداو نديروا شي تجارب نموذجيه بحال مثلا المستشفيات الجامعيه، المستشفيات الجامعيه وبعض المساحات الخاصه يقدروا بدي يديروا الكشف المبكر في مكان الولادات مثلا. الوليدات يلاه يتزادوا صغار يقدروا يديروا لهم الكشف المبكر، ونبداو هكا. ومن بعد دوز واحد 5 سنوات 10 سنوات نقدروا ديك الساعه نعموا الكشف المبكر. فرنسا يلا دخلت فيه دابا في ماي 2012 خرج قانون تلزم على الجميع لهذا الكشف المبكر هذا. واضحه هذه الفكره، احنا ما كنديروش كشف مبكر وما كنديروش علاج مبكر، وحتى يعني التدبير المتاخر مازال ما قطعناش فيه اشواط مهمه. ونعيم معك دكتور عبد الرحيم العطري، ربما نديروا خلاصات لحوارنا اليوم. خلاصه. شكرا للايمان. انا غنحاول ندير نوع من الاستجماع. شفنا على المستوى الصحي ربما كاين الباب مسدود، ما كاينش حتى ذاك الباب بالسم، حتى انا بغى يدخل خصو 25 مليون 30 مليون وما الى ذلك. شفنا على المستوى ديال الاعلام، يعني الباب مسدود وموسمي ومناسباتي ساعه في السنه على الاقل. شفنا على مستوى الادارات، دائما تلقاو حتى الولوجيات يتم فهمها كولوجيات اسمنتيه. الولوجيات الاسمنتيه هي درنا ديك الدريجات هكا، حيدنا الدريجات ودرنا واحد هكا، خصوصا في المؤسسات اللي فيها الفلوس، غيدخل البريد غيدخل البنكه فقط، مؤسسات اخرى اجتماعيه باقي في هذوك الدروج فيهم 5 كيلومتر، وما مهتميناش لهاد الناس الصم بالدرجه الاولى. اذا اليوم هاد الصم واش غنخليو دائما مقصي؟ حتى في التعليم حكمنا عليه خصها تكون عنده ماشي حتى الشهاده كما قال الدكتور، يعني انه النيفو عنده على النيفو ديال السادس ابتدائي، ما عندوش حتى المستوى الاشهادي. اذا ماذا نريد من هذا الشاب؟ وشفنا هذا الشاب شفنا صور في الحال كل مواهب وكل ملكات كل مواهب وكل طاقات في اللحظه اللي ما تخاطبوش مع دينيا، ما تخاطبوش مع اجتماعيا، ما تخاطبوش مع نفسيا، ما تخاطبوش مع حتى اقتصاديا، حتى سوق العمل محكوم عليه بالاقصاء، اش بغينا منه؟ راه كاين هدا كاين خطر يتهدده، وهو التطرف كثير من الاحيان، وهو الانحراف كثير من الاحيان، لان بالمي المتغيرات اللي كاينه دابا حاليا انه حتى الصم اصبح يقترف الجريمه الى حد قريب. راه كان ذاك المسكين اللي ما كانش يدير حتى شي حاجه، ولكن بطبيعه الحال كما قلت الايمان الطبيعه تخشى الفراغ. مين تيكون فراغ دولوي، مين تيكون فراغ ديال الحمايه ديال الرعايه، بطبيعه الحال انتظر كل شيء. اذا الى متى غيبقى هذا الانسان الذي حكمت عليه الاقدار بانه ما عندوش لغه الكلام ولكن عنده لغات اخرى ابداعيه؟ اذا لكان عنده ربما محروم من الكلام اليوم فانه يتكلم بطريقه اخرى. اليوم كيفاش نستغلوا هذا الكلام ديالو؟ اليوم ربما الدرس القوي راه ماشي الكلمه عند الراجل ولا عند المراه، راه الكلمه الحقيقيه عند الصم وهذا الانسان الاصم
هو اللي عنده الكلمة الحقيقية. شكرا دكتور عبد الرحيم العطري، شكرا السيد محمد كتاني والسيد عزيز عرسي، والشكر كذلك موصول للبروفيسور محمد محتار. نحيي عمل جمعيات المجتمع المدني في هذا الباب، ونتمنى تكون عندنا فرصة مقبلة نناقشوا فيها طبعا المشاكل اللي كيتخبط فيها العمل الجمعوي من أجل مزيد من الإنصاف لهذه الفئة. نهاية عدد هذا المساء من بدون حرج، شكرا على حسن المتابعة، وتحية لمشاهدينا من هذه الفئة، فئة الصم الذين تابعوا معنا الحلقة المترجمة بلغة الإشارة. نتمنى أن تتوسع قاعدة ولوجهم للإعلام. نلقاكم جميعا بخير.